لبنان رح يرجع والحق ما بيموت. بدنا نحلم. بعرف انه لبنان عم يمرق بوضع كتير صعب، معنوياتنا بتهبط شوي، منصير منقول يلا منخلص هالمدرسة منفوت على هالجامعة ومنروح من فيلم لبنان. لا، بدنا نقدم شيء للشوف، ورح نقدم لكم دعم ورح نكون معكم بخطوة بخطوة. أهم شيء، أحلى شيء الواحد يحلم بشيء بيشبهه، بشيء بيلبق له، بس يعرف هو شو بده، ما يوقف الحلم لو شو ما كان. سيدة إيناس، الشكر كلمة قليلة لك. نفتخر بسيدة تعمدت وعبرت حلمها الذاتي لكي تحقق أحلام الآخرين. لبنان رح يرجع أو الحق ما بيموت، والشمس رح تطلع تزين سما بعقلي. شكراً.